صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المشايخ عندنا ينهون الناس عن الصلاة في الجامع الذي فيه قبر الحسين وفي الجوامع التي فيها مقامات، فهل نهيهم هذا صحيح أم أنه يخالف سماحة الإسلام والحرص على اجتماع الأمة؟ الأمة لا تجتمع على ضلال، وليس من سماحة الإسلام الصلاة في المساجد التي فيها قبور. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، لا يقال هذا من سماحة الإسلام، لأن هذا في خطر على الإسلام. والذين ينهون عن الصلاة فيها معهم الحق، معهم الصواب. نعم.